بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، اللي هو يوم أممي اللي كيخلدوه جميع نساء العالم للتعبير على يعني احتجاجهن ضد كل أشكال العنف اللي كيتعرضوه للنساء. وحنا هاد السنة هذه خصصناه للتضامن مع نساء فلسطين، وهنا حاضرين بعض التنظيمات منهم المسيرة العالمية للنساء اللي كنمثلها أنايا، اللي هي عندنا تنسيقية مغربية للمسيرة العالمية للنساء، وهذه الشبكة هي دولية فيها جميع النساء من مختلف مناطق العالم بما فيها النساء الفلسطينيات، واللي اليوم يعني كنوجه لهم واحد التحية خاصة على الصمود ديالهم، على القوة اللي عبروا عليها خلال هذه الأسابيع الأخيرة اللي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لأبشع يعني أخطر أنواع يعني الإبادة الجماعية اللي ممكن تعرض لها شعب، ولجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكل أشكال التقتيل، واللي كانوا النساء يعبروا خلاله على واحد الصمود أسطوري. وكذلك هذه الفرصة لتحية الأسيرات الفلسطينيات، أولا نهنئ من خرجنا من السجن بعد هذا الهدنة وبعد الاتفاق الذي تم، وكذلك نطالب بإطلاق جميع الأسرى وجميع الأسيرات ونحييهن على صمودهن داخل السجون. وهذه فرصة طبعا لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستميت منذ عقود وليس فقط اليوم من أجل بناء دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمته القدس. الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد. جينا من المحمدية، لا من حزب النهج الديمقراطي العمالي، باش كنضامرو مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وكندينو هاد الجرائم البشعة اللي كيقوم بها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، المقاومه ديالهم الباسله وخاصه النساء والاطفال. وكنددوا بالتطبيع اللي تيقوم به التنظيم النظام المغربي، وكان كذلك كنطالبوا كنساء تجريم التطبيع، وكذلك كنطالبوا باش تغلق المكتب الاتصال الاسرائيلي اللي في الرباط. لحد الان تم هدم ما يزيد عن 60% من البيوت في فلسطين، وهي بيوت يعني المتضرر الاول هي الاسره الفلسطينيه وعلى راسها المراه الفلسطينيه. 75 من المستشفيات هي خارج التغطيه. غزه عانت منذ 17 سنه من الحصار الصهيوني الظالم، من العنف الظالم، والان تعاني ايضا امام مراه ومسمع من العالم من الحرمان من الحق في الماء والحق في الهواء والحق في الصحة. هذا صوتنا اليوم كمغربيات ضد الاعتقال السياسي، وكمغربيات ضد العنف كيفما كان شأنه. ننادي بإيقاف الحرب بشكل نهائي، لا للهدنة فقط، بل نطالب بإيقاف نهائي للحرب وتمكين الشعب الفلسطيني وعلى رأسه المرأة الفلسطينية من كل حقوقها وحمايتها ضد العنف الممارس عليها من طرف الكيان الصهيوني المحتل. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.